ولا ينبغي للمسلم فقط أن يأخذ المصحف ويقرأ القرآن ويختم دون أن يتدبر، دون أن يفهم المعنى، دون أن يؤثر عليه في سلوكه وفي حياته. هذا الحديث الذي فيه الكلام عن أن جبريل يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، هنا نقف عند كلمة فيدارسه القرآن. القرآن هو كتاب الله، هو أصل هذه الشريعة، هو هداية الناس. ولا ينبغي للمسلم فقط أن يأخذ المصحف ويقرأ القرآن ويختم دون أن يتدبر، دون أن يفهم المعنى، دون أن يؤثر عليه في سلوكه وفي حياته. ولذلك تدارس القرآن، سواء الإنسان في مؤسسة أو جمعية تهتم بالقرآن، أو في مسجد يقرأ على الإنسان القرآن ويفسر التفسير، أو حتى الإنسان مع أسرته في داخل بيته، يمكن أن يجتمع مع زوجته مع أولاده يقرؤون القرآن، يتدبرون القرآن، يقرؤون في بعض التفاسير التي تفيد الإنسان، وبالتالي يقتدون برسول الله عليه الصلاة والسلام في تدبر هذا القرآن ومدارسة جبريل عليه السلام له.